مساء الخير من جديد. العملية الإرهابية اللي استهدفت عدد من الزوار اللبنانيين الشيعة اللي كانوا متوجهين بالباص لزيارة بعض المقامات المقدسة بسوريا وأوقعت 6 شهداء وأكثر من 20 جريح بدمشق. بعد هالقصة عم تتفاعل طبعاً كل يوم بعد يوم. الأنباء عن كيفية تنفيذ العملية الإرهابية اتضاربت. أعلنت بعض الوسائل الإعلامية أنه التفجير نتج عن زرع عبوة ناسفة زنتها 5 كيلوغرام بمقدمة الباص، وذكرت كمان أنه الأجهزة الأمنية المختصة فككت عبوة ناسفة تانية كانت مزروعة حد الباص المستهدف. بينما جبهة النصرة تبنت ببيان لإلها هيدا التفجير وقالت عبر تويتر أنه الهجوم نفذه انتحاري اسمه أبو العز الأنصاري وهو من الجنسية العربية، من أحد الجنسيات العربية، وحقيقة اللي صار راح يخبرنا إياها الليلة محمد الموسوي يلي كان داخل الباص ونجي بأعجوبة من التفجير، وراح يكون معه منظم الرحلة علي أحمد، وراح نستضيف أيضا وجيه حطوم عم أحد الشهداء اللي سقطوا، وراح يكون معنا أيضا سماحة المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب ليخبرنا عن أهمية هذه الزيارات وما تعني هذه الزيارات. إذن هيدي الصور اللي عم نشوفها هي صور التفجير الإرهابي يلي تعرض له الباص، وهو كان باص من عدة باصات كانوا بزيارة لدمشق لمقامات مقدسة بدمشق، كانوا متوجهين أو بطريقهم لمقام السيدة زينب لما طلع شخص إلى الباص وقام بتفجير نفسه، وهذا التفجير أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعدد كمان كبير من الجرحى. بدي رحب معي داخل الاستوديو بعد ما طبعا أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب اللبناني عامة وإلى أهالي الشهداء الضحايا اللي كانوا داخل الباص وسقطوا شهداء، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى اللي هن اليوم موزعين على عدد من المستشفيات، وأيضا بنقول الحمد لله على سلامة كل الأشخاص اللي نجوا من هذا العمل الإرهابي المستنكر. معي علي أحمد عضو إداري في حملة عشاق الحسين، هذه الحملة اللي كانت هي الحملة اللي موجودة في دمشق وتعرضت العمل الإرهابي. أهلا فيك. معي أيضا على الجانب الآخر محمد محمود الموسوي وهو ناجي من الانفجار، كان داخل الباص اللي تعرض للتفجير وراح يخبرنا تفصيلا كيف حصلت عملية التفجير وشو صار. أيضا إلى جانبه في معي السيد حاطوم وجيه حطوم، عم بقشع مزبوط، السيد وجيه حطوم عم أحد الشهداء اللي سقطوا داخل الباص. نتقدم لكم بأحر التعازي وأهلا فيك. وسيكون معي أيضا سماحة المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب، لأنه في موضوع كتير مهم هو هذه الحملات التي تقام إلى ماذا تدل، إلى ماذا ترمز، هل هي ضرورة في الدين أو هي أمور مستحبة في الدين؟ لأن هناك فرق بين الضرورة. هناك اليوم من يقول أن هذه الحملات هي عمل محبب أو مستحب وليس ضرورة، يعني رحنا على مكان آخر، إذا كان عمل محبب لا يجوز المخاطرة بالنفس أو تعريض النفس للأذى أو الموت، خصوصا أنه في سوابق لزيارات مماثلة إلى سوريا تعرضت للقطف أو تعرضت للاعتداء. رح نكون بوجهة النظر الدينية لهذا الموضوع، خصوصا أنه هناك أيضا من يقول، يعني دائما أقول من يقول لأنه ليست بمعلومات أكيدة، أنه حتى حزب الله وسماحة السيد شخصيا تمنوا بعدم قيام هذه الزيارات بهذا الشكل وتعريض حياة الزوار إلى الخطر، لأنه باص رايح في زوار يعني عزل، ما معهم سلاح، ما معهم مواكبة أمنية، ما معهم أي حماية، رح يكونوا طبعا هدف
سهل لتنفيذ أي عملية مثل ما صار. ولكن أولا خلينا نبدأ مع محمد. محمد حضرتك كنت داخل الباص، صحيح. خبرني تفصيليا شو صار، خصوصا أنه بلشت الخبرية أنه عبوي ناسفي بمقدمة الباص، بعدين انتقلنا إلى جبهة النصرة ببيانة حيث قالت أنه لا، في انتحاري دخل إلى الباص وفجر نفسه داخل الباص. صحيح، مساء الخير. مساء النور، الحمد لله على سلامتك، والله يرحم كل الشهداء وشفاء لكل المصابين إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. أول شيء بهني عوائل الشهداء اللي سقطوا عن يعني قضية إنه هدفهم إنه راحوا ليزوروا حفيدة رسول الله، وصار قصة التفجير. هي الموضوع إنه كنا نحن مثل عادتنا كل أحد بنطلع، ما في لا تفجير، يعني صرنا 7-8 أشهر وأكثر، كل أحد بنطلع. ومثل عادتنا إنه بنصف نفس المكان، وقبل بعشر دقايق هيدا مبرر، يعني هيدا مبرر انك تكون هدف اسهل، يعني اذا كنت استثنى. مراقب على مدى اسابيع وين بتصف وكيف بتطلع والطريق اللي بتسلكها، اذا كانوا عم بيراقبوكم يعني هيدا يعني عم تعطيهم صحيح. تسهيلات لينفذوا العمل صحيح. عليك. بس نحن انه يعني ما في شيء، هالامور ما مش يعني ما بتوقف انه اذا صار تفجير انه نحن بنردع على هالامور انه نطلع نزور مقامات المقدسه، لانه كان هون ولا بالعراق ولا اي مكان على الكره الارضيه. الموضوع انه اللي صار مثل عادتنا، انا بسبق الباص قبل بعشر دقائق، بسبق الزوار عفوا قبل بعشر دقائق عشان انه امن اي كل الزوار نجمعهم ونطيلهم على الباص. بالاثناء انا كنت انا وشاب اسمه حيدر وهبه، بوجه له الحمد لله على سلامته، ناطرين ليجوا الزوار لنجمعهم طيلان. قلنا للشوفير رحمه الله عليه الشهيد علي بلوق انه يفتح الباص لحتى انه الزوار وصلوا، لحتى دغري طيلان لننطلق دغري عن سيده زينب. نحن ما بنخلي انه الزوار توقف على الطريق نهائيا، نعم. دغري مجرد ما يطلعوا دغري على الباص. بهالاثناء فتح الشاب الشهيد علي الباص وبلش تطلع الزوار. بالأثناء انا كنت ميلت قدام عم بحكي مع الحج علي ماضي مسؤول الحمله، ورجعت نزلت عم بقول لي مين بعد في على الارض، قلت له في الشهيد رحمه الله الشهيد قاسم حاطوم واخت زوجته كانوا عم بيشتروا فول. قلنا له يلا يا حج قاسم اسرع شوي، عم بدناش نتاخر وعشان نلحق نروح على مقام السيده زينب. بالاثناء اجى الحاج قاسم طلع من قدام، كان على ايده ابنه كرار. قد ايه عمره ابنه؟ عمره شيء 3 سنين 4 سنين. ثلاث سنين كمان متفوق. اصابات يعني طفيفه دغري اسعفنا. المهم طلع من ميله قدام الاخت، قلت لها تفضلي انت من ورا. قال لي الحاج انه ما بقى في حدا، قلت له لا عم بطلع من ورا عشان انه خلص نسكر الابواب. رجع وراي الحاج علي ماضي لحتى يتاكد انه ما بقى في حدا ابدا على الارض، وطلع الانفجار. يعني ما شفتوا حدا دخل على الباص؟ بهالاثناء نحن كنا واقفين يعني على الباب النصاني للباص، ويعني ظهرنا تقريبا بدك تقول للباب الاولاني، يعني ما انتبهنا. كنا عم بيقول لي انه بعد في حدا على الارض يا موسى، وانه خلص انه عشان نطمن انه ما بقى في حدا. يعني ما شفتوا حدا دخل على الباص؟ لا يعني لا لا. يعني ما شفتوا شخص طلع على الباص وفجر نفسه؟ لا نحن لا الباص. هلا ممكن حدا شاف، هلا ممكن انه رحمه الله عليهم انه شهداء، لانه لا من الناس اللي خلصوا او من الجرحى اللي خلصوا. لا لانه ما حدا شاف شخص طلع على الباص. نحن اثناء الانفجار بعد بعشر دقائق صار يطلع اقاويل انه في عبوه ثانيه من ورا، مزبوط انه فككوها. لك حتى شوف لو انه في بعض الاشخاص اكيد هول من دسين انه قولتن الموتير فقع، انه طب الموتير من ورا شو خصه من قدام؟ مزبوط اللي بده يضلل العالم هذا. طيب. كان يعني ما في شيء يثبت انه يعني طلع اثبات، يعني انا لاني اليوم ما قدرت اتابع مزبوط اذا اثبتوا انه هو انتحاري ولا بس هو اتكال على بيان جبهه النصره. لا هلا هن تبنوا امبارحه، هلا انا هن تبنوا، انا عم بحكي من تحليل الشخصي لانه هي لحظات صارت القصه، بين انه انا نزلت من قدام، نزلت من الباب عم بطلع من ورا، عم نزل وراي الحاج عم بيقول لي خلص ما بقى في حدا. بالاثناء نحن كنا على سوات انه على الباب النصاني، نحن واقفين شبان، فهالانتحار اذا بده يفوت يعني من ميل النصانيه هي كانت يعني احسن له
يعني سمح الله انه كان وقع الانفجار كان قدام في كان المقدمة. قدام اكيد لو من الباب ورا فاضي لانه الباب قدام صار فاضي. صحيح. طيب انت شو حسيت؟ انت شو حسيت؟ انا بهالاثناء ادفن يعني العزم الانفجار يعني شي 3 امتار لقدام 4 امتار. ما انه استوعبت انه انفجار بالباص، انا على اساس انه هاون نزل او اي شيء يعني بعيد عنا وصار في غبره. عم بطلع لوراي انه مثل اي شيء انه بصير. قام تفاجأت انه باللي صار. صرنا قدر المستطاع. شو كان احساسك بهاللحظه بالذات؟ بهاللحظه رب العالمين اعطاني قدره يعني يمكن لاول مره بيعطيني اياه انه ضلني بكامل قواي العقليه لاتحمل او انه استوعب الصدمه، لانه في كمان الاخوات عم معي تقريبا 35 اخت وفي الولد، فهول ضاعوا يعني ميله تصرخ وميله بدك تستوعبهم عشان تهدينوا اعصابهم تشيلهم على جنب ورجعنا ساعدنا. كيف تلقيتوا خبر الانفجار وخبر استشهاد الشهيد حطوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا احنا في البدايه انه في باص بالشام صار فيه انفجار. نعم. انتظرنا اجينا خبر انه الشهيد قاسم من بين الشهداء اللي راحوا بالانفجار. بالحقيقه صعقنا نحن، قاسم شاب يعني قبل 3 اولاد صبيان وبنت وعمره شيء 43 سنه وانسان ادمي ورزين هو يتردد كان دائما لزياره مقام السيده زينب. طبعا في حملات دائمه بيروح فيها عاده، وكل مثل كل هالناس بتروح على مقام السيده رقيه وعلى مقام السيده زينب. علي، انتم منظمين لهيدي الزيارات، ما كنت انت معهم بالشام ولكن انتم المنظمين لهالزيارات. ابتدينا الحديث طبعا وراح ارجع اكمل مع سماحه المفتي لناخذ وجهه النظر الدينيه والشرعيه بهذا الموضوع. اليوم هذه الزيارات ما لها من خطوره خصوصا في سوريا. يعني كلنا بنعرف اليوم انه المنطقه ليست امنه، يعني اعمال انتحاريه وارهابيه ممكن تتعرضوا لها باي لحظه. كلنا بعد ما حلنا ننسى أسرى والمخطوفين مخطوفي أعزاز كمان كانوا راجعين بالبر من حملة. صحيح. يقال أنه في تحذيرات حزبية وسياسية وأمنية أنه ما بقى تطلعوا بهذه السهولة لأنه عم بتعرضوا حياتكم وحياة اللي معكم للخطر وعم بتسببوا إحراج للمقاومة أيضا. يعني عم بتكونوا أهداف سهلة أنه مثل واحد يضغط فيها على المقاومة. يعني إذا خطفوا بيضغطوا، إذا قتلوا بيضغطوا، إذا جرحوا بيضغطوا. يعني ليش بعدكم عم بتقوموا بهذه الزيارات رغم خطورتها، علما مثل ما قلت انا انه هذه الزياره هي مستحبه وليست واجب ديني؟ يعني ليش عم بتخاطروا بهذا الموضوع؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بدي ابدا اول شيء بدي بارك للشهداء بشهاداتهم امام ضريح حفيده رسول الله السيده رقيه عليه السلام، وبتمنى لكل الجرحى الشفاء العاجل، خاصة بعد في جريحين حالتهم متوسطة. الله يقومهم بالسلامة. استيستوني نحن حملة عشاق الحسين حملة من عدة حملات بالبلد أو بمنطقتنا. حملة من إحدى الحملات اللي بتقوم برحلات على الأماكن المقدسة. نحن أهلنا وبيئتنا ما في حدا بيمنعه لا حرب ولا إرهاب إنه يقوموا برحلات أو زيارات للأماكن المقدسة. صحيح نحن عم بارح سقط 6 شهداء وتقريبا شو 20 جريح. لو بتشوف ردة فعل الناس وردة فعل العالم والشباب والإخوة شو كانوا عم يقولوا لنا. يعني تصور امبارح عم يدقوا لنا الأحد في حملة. صحيح. الأحد أنتم عاملين حملة بدنا نسجل أسامينا. يعني تصور امبارح في 6 شهداء وبعد ما وصلوا الشهداء ولا اندفنوا الشهداء صاروا مسجلين شو 50 او 60 او 70 واحد. نحن عاده نطلع بولمن او بولمنين، يعني صاروا مسجلين اكثر من بولمنين وفي كارثه وفي اعتداء. نحن نحب نوصله ونقول حتى تسمع كل العالم هذا الاعتداء الارهابي الاسرائيلي، نحن بنسميه اعتداء ارهابي اسرائيلي بادوات النصره طبعا، مثل ما قال سمحت السيد حسن نصر الله حفظه الله انه هول جيش لحد سوري
هول ما فيهم يمنعونا، بالعكس هن اساسا اغبياء. كل ما راح مننا نحن شهداء، هن عم يعملوا لنا شيء نحن بنتمناه. هن عم يعملوا شيء نحن بنتمناه، نحن بنتمنى ننال الشهاده. هن عم يعملوا شيء نحن بنتمناه، نحن بنحبه. نحن بعض الاخوه قبل ما نوصل على الاستديو كان السيد محمد عم بيقولوا يا ريتني انا الشهيد، كانوا بالبولمن زعلانين ليش بشوفوا الشهيد؟ ليش رفيقه الشهيد؟ يعني تصور في واحد نزل ليجيب له اخ من الاخوه الله سلمه، نزل ليجيب للثاني عصير. انا بعثته. بعثه ليجيب له عصير وتاخر وقال له يلا، هو بعد الوحيد هو اخر البولمن، وهذاك عم بيعصروا الرمان او شيء عم بيحكوا لنا شباب. يلا ويلا يلا جاي، وهذاك بيرد شوي يلا جاي يلا جاي، هو اخر البولمن. يعني هو الوحيد خلص بعد ما صار، كان بعده على خلف البولمن وطلعت العبوه وراحوا شهدوا، هو زعلان ليش ما كانش بعد ما صارت. اجى كمشني هيك قال لي لا لا بعتني لجيب لك عصير، هو بيقعد قدام كونه قارئ بيقعد قدام. فسبحان الله انه مش ما كتبت له، وانا تمنيت انه يكون احد من الشباب، يعني تمنيت يكون محمد مقداد، الشيخ مهدي، قاسم حطوم، شادي حماني، كل الشهداء، علي بلوق رحمه الله عليه. كنت انا علي بلوق اكثريتهم انه جمال كثير انا وياهم، يعني الله يرحمهم جميعا. سمعت المفتي، يعني طبعا امام هالعنفوان عند الشباب، طبعا الايمان والعنفوان في مكان، يعني كله في مكان، يعني العنفوان انه ما حدا بيقدر يمنعنا عن زيارة مقدساتنا وعن أداء زياراتنا، وفي مكان آخر كمان أنه دينيا حتى هيدا العنفوان يجب ضبطه. كيف بتفسر هيدا الموضوع وشو رأيك بهذا الموضوع تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة للشهداء جميعا والشفاء للجرحى. طبيعة الحال أستاذ طوني موضوع عدو لا نظير له على مستوى الجهل، على مستوى الحقد، على مستوى العداء للإنسانية، وعلى مستوى الممارسة التي لم يعهد حتى التاريخ نظير لها. هذا عدو موجود اليوم يتلبس بلبوس الإسلام، بالماضي كان يتلبس بلبوس آخر لكنه لازال موجود. تاريخيا العلاقة الشيعية مع أهل البيت عليهم السلام، مع أضرحة أهل البيت، هي بمثابة علاقة الروح بالجسد. يعني نحن لا نجد طعم الإيمان من دون الارتباط الروحي مع أهل البيت سلام الله عليهم، والارتباط الفكري مع أهل البيت، ولا نشعر بلذة هذه الروح إلا إذا دخلنا إلى مقاماتهم وأقمنا الصلوات والأدعية لله سبحانه وتعالى، متوسلين بأهل البيت لمكانتهم عند الله عز وجل في هذا المجال. في زمن الأمويين وفي زمن العباسيين أيضا وجد مثل هذه المظاهر، مظاهر العداء لأهل البيت ومحاولة منع أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت من زيارة المقامات، وقدمت يعني الأضحية وبذلت الدماء في سبيل الاستمرار، لأن إلغاء هذا النوع من العلاقة يعني إلغاء التشيع، يعني إلغاء الانتماء إلى مدرسة أهل البيت. في داخل ثقافة الشيعة كأنك تقول للشيعي لا تكن شيعيا إذا قلت له أنه لا تذهب إلى زيارة أهل البيت. ولكن هناك مواقف يعني للسيد السيستاني، مواقف للسيد خمينئي حول هذا الموضوع بالذات، يعني نحن اللي عم نتكلم عنه اليوم، يعني الهدف مش انك تمنع العلاقة بين الشيعي وبين بكل أسف بقول لك أن ما فعله هذا المجرم القاتل هو هدفه أو يدخل في ضمن صلب هذه العقيدة، عقيدة اعتقادهم هم بأننا نشرك بالله وبأننا مشركون وبأن تطهير الأرض من خلال قتلنا وبأن دخول الجنة والتقرب إلى اللقاء برسول الله من خلال قتل الشيعة. فإذن في عمق ثقافتهم هم يريدون منع هذه الظاهرة، يريدون منع العلاقة مع المقامات، ولو قدر لهم ولو استطاعوا أن يهدموا هذه المقامات حتما هدموها، ولكن لم يهدموها لأنهم هم
مثلا احترموا هذه المقامات أو قدروا مشاعر المسلمين، لا، لم يهدموها لأن أيديهم قطعت قبل أن تصل إلى هذه المقامات، وستبقى هذه الأيدي يعني في محل القطع إذا ما حاولت وفكرت أن تمد أن تمتد بالسوء إلى هذه المقامات، ليس لوجود هذا المقام إنما لرمزية هذا المقام ولما يمثل هذا المقام من علاقة إيمانية، علاقة عقائدية، علاقة ثابتة جذورها في يعني أصل مبدأ القرآن. يعني اللي بفهمه من كلامك أن هذه الزيارات لن تدعو إلى تخفيفها أو إلى إيقافها في الوقت الحاضر، في الوقت الذي أقول هذا الكلام، خوفا أو حرصا على حياة الزوار. أنا كنت أستاذ توني ممكن أن أدعو إلى هذا العمل، إلى عدم الزيارة في الوقت الحاضر أو تنظيم هذه الزيارة قبل هذه العملية، ولكن بعد هذه العملية أنا لا أتكلم عنفوان ولكن أتكلم عقيدة، وأقول أنه حينما يريد هؤلاء الجهلة أن يفرضوا علينا الامتناع عن العلاقة الإيمانية بهذه المقامات، نحن لا نقبل أن نخضع ولا يمكن أن يعني نكون في حالة ضعف أمام تحديهم. طيب أنا بدي أنا كل ما أقوله بالدين. يعني كل ما أنا أقوله أنا لك بالدين. لا أنا رح لك شيء كل ما أقوله لك أن المراجع لا يقبلون صحيح رمي النفس في التهلكة ورمي ووضع الإنسان نفسه في مواضع الخطر، ولكن لهذه الأمور ظروفها واعتباراتها. يعني بالأساس نحن نقول للناس أنه كونوا عقلانيين، كونوا هادئين، لا تأخذكم الحماسة، لا تضعوا أيديكم أنفسكم في مواضع الخطر، لا تحرجوا أحسن، لا تحرجوا يعني تأمين الحملات صحيح. يعني انه بعدتوا عن بعدتوا عن الباص كان مفروض يكون في ناس نحن مع هذا عم بيأمنوا حماية الباص، يعني بالمبدأ هذا نحن معه، مع التنظيم، مع الحماية، مع دراسة الأمر بطريقة عقلانية، كل هذا صحيح. وحينما يطلب مراجعنا العظام من الشيعة ومن أتباعهم أن يكونوا دقيقين وأن لا يضعوا أنفسهم في مواضع الخطر، هذا من عين العقل والحكمة والمنطق ومن أيضا فهم مدرسة أهل البيت. لكن في محطة ما حينما يصبح موضوع مواجهة العدو لك فيه استفزاز وفيه نوع من محاولة إقصائك عن ما تعتقد به وحرمانك من بعض ما تحب وما تنتمي إليه، مقدساتك، هذه المقدسات عند ذلك يصبح الأمر له عنوان ثانوي. العنوان الثانوي يقول لك أنه لا، علي أن أقبل التحدي بالعقل وبالمنطق وليس بالتهور. أنا أقول من الآن وصاعدا فليذهب الشباب وليكونوا في مستوى المسؤولية وفي عين ساهرة ويقظة، يبعدوا الأطفال ويبعدوا النساء في هذه المرحلة لحكمة ولحرمة هؤلاء الناس، ولأن هذا العدو حقير إلى مستوى أنه لا تأخذه رأفة إنسانية في هذا الموضوع. ولنقول لهذا العدو أننا في مستوى التحدي ولكن لن نلغي هذا الأمر على الأقل في الوقت الحاضر، لأن هذه الرسالة التي هم بعثوا بها يجب أن يكون جوابها نحن في مستوى التحدي ولكن بعقلانية وبهدوء وبيقظة من دون تهور ومن دون أي حماس. علي محمد ووجيه، يعني أتوجه منكم بأحر التعازي وبرجع بقول الله يرحم الشهداء، الله يشفي كل الجرحى ويرجعوا بسلامة، الحمد لله على سلامة كل اللي نجوا. سماحة المفتي، طبعا نحن تعودنا صار تعضوا مشارك نحن من مدرسة الإمام الحسين اللي قال أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. إيه لكن نحن بس بدي شيء، ما حدا يفهمنا أنه نحن بنسعى إلى الموت. طبعا. نحن صحيح. نسعى صحيح إلى الحياة. صحيح. ونحن نسعى إلى أن ننتصر، ونحن نسعى إلى أن نستمر. هي ونحن صحيح. نريد صحيح. ونحن صحيح. نريد للآخر الموت وليس لأنفسنا. بس هالشيء أنه مش لح يردعنا. أنا مستعد من بكرة أرجع أطلع. إنه مستعد صحيح. إنه واجه. هن لو هن جبنا، لو إنه هن قادرين يواجهونا بالواجه. ما كانوا بيعملوا هالشيء كله. استوني بس كلمه، نحن قبل نوصل عندك كنا بمستشفى الرسول الاعظم، كان في جريح كمان متوسط حالته شوي، حالته متوسطه. بتعرف شو قالنا؟ انا بصوره على تليفوني بعد على البريك بفرجيك عليهم. قالنا سجلوا لي اسمي بدي اطلع على الاحد، هو ما في يمشي باجريه، ما في يمشي، لا سجلوا لي اسمي بدي اطلع على الاحد. شكرا علي، شكرا محمد، ولكن اكيد مع دراسه الموضوع مع التنسيق مع الجهات المعنيه في هذا الامر. المفتي ما هو التالي ونتابعه.